يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل صحيح أن أهل المدينة قد استقبلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنشيد طلع البدر علينا؟ ما ثبتت هذه القصة، وفيها ما يدل على أنها لا أصل لها، لأنه يقول طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. ثنيات الوداع ما هي على طريق مكة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء إلى المدينة من طريق الجنوب، ما جاء من طريق الشمال حتى يمر على ثنيات الوداع. ثنيات الوداع شمال المدينة. نعم.